بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 27 من الكتاب 38 كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر. والجرس معروف هو ما يخرج منه صوت كالجلاجل التي توضع في رقبة البعير، لأنه صوت يحبه الشيطان فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه هو مزمار الشيطان، فهي أصوات فيها جلبة وفيها ضوضاء، والضوضاء ضد السكينة، والسكينة حال المؤمن، أما الضوضاء فحال الشياطين الذين يشوشون على الناس باطنهم وظاهرهم. أما الإيمان يحتاج الإنسان فيه إلى سكينة وهدوء واطمئنان، كل هذا الجلبة والضوضاء يخرجه منها، ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الضوضاء وهي منتشرة في مصر. المصريين أكثر شعب عنده ضوضاء، ممكن أن يصدرها للعالم ويفيض، وهذا مخالف لطبيعة المؤمن. المؤمن لا يحب الضوضاء، الصوت المرتفع يؤذيه، والأصوات المتداخلة تخرجه من سكينته ومن هدوء نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمن أن يجمع خاطره وأن يكون مجموع الخاطر مع الله، سواء في سفره أو في إقامته أو في حاله أو في بيته أو حتى حال فرحه. أما الكلب فمعلوم أن الكلب رائحته كريهة، والملائكة لا تصحب ركبا فيه كلب لسوء رائحة الكلب. ملائكة البركة وملائكة الدعاء، فهناك ملائكة تدعو للمؤمنين وتبارك لهم وتبرك فيهم، هذه الملائكة تكره وجود الكلب، فإن وجد ابتعدت، وكذلك إن وجدت الجلبة فالملائكة أيضا تكره الجلبة والضوضاء وتفر منها، أما الشياطين فتجتمع عند الضوضاء والجلبة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 68 بعد 605,000، قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. لا تصحب الملائكة، الألف واللام هنا للعهد وليست للجنس، ليس كل جنس الملائكة، لا الملائكة المعهودة بالبركة والدعاء، الملائكة المخصوصة، يبقى الألف واللام هنا لتخصيص نوع الملائكة لا لمطلق إطلاق كل ملك، لأن ملائكة الحفظة تصحب بني آدم لتؤدي وظيفتها في حفظه، وكذلك الرقيب والعتيد يصحبه لمراقبة أعماله وتدوينها. أما ملائكة الرحمة وملائكة السكينة التي تتنزل في مجالس الذكر وغير ذلك فلا تصحب أناس عندهم جلبة وعندهم أصوات مرتفعة وعندهم غوغائية، وكذلك لو كان معهم كلب يعني رائحة كريهة أو نجاسة،
لعلة نجاسته ربما، لعلة يعني كراهة رائحته ربما. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. يبقى دي علة عدم صحبة الملائكة للجرس أنه مزمار الشيطان، فكل ما يحبه الشيطان يبغضه الملائكة، وكل ما يحبه الملائكة يبغضه الشيطان. فلا تجتمع ملائكة الرحمة مع شياطين الغواية. باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. كانوا احيانا يضعوا وتر يعني حبل حوالين رقبة البعير اما تبركا او دفعا للحسد للعين، فالنبي كره ذلك ان يوضع الوتر في رقبة البعير، لان الذي يدفع الحسد هو الله وليس الوتر. فان يظن ان هناك نفع من شيء بذاته هذا من بقايا اعتقادات الكفار، اما المسلم فلا يستخدم مثل هذه الاشياء معتقدا انها تضر او تنفع. وكذلك الوتر الذي يلتف حول رقبة البعير ربما يؤذيه، قد يشبك في شجرة فيخنق البعير وهو يسير، فربما يترتب عليه إزاية البعير. وكذلك القلادة التي تعلق في رقبة البعير كالخرز الزرقاء مثلا، على اعتقاد بعض الناس أنها تدفع العين، كل هذا مكروه، ولكن استبدلنا الله بالمعوذات. إن أردت أن تدفع عين الحاسد فاقرأ المعوذات، أو اكتبها في ورقة وعلقها في رقبة الصبي إن خفت عليه من الحسد، أو في رقبة البعير. لكن أن تكون تميمة، من علق تميمة فلا أتم الله له كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني علق حلوة، يعلق مثلا بصلة، يعلق خرزة، يعلق جعرانة، يعلق شبشب قديم، كل الحاجات دي بيعملوها الناس، كل ده منهي عنه، لأن الأمور التي لا معنى لها المفروض ألا يشغل المسلم بها نفسه. فهم؟ أشياء لا معنى لها أو لها معنى قبيح هو لا يقصده، فإن كان لا يقصده فلا ينشغل بما لا طائل له، وإن قصد المعنى القبيح يكون خالف أصول دينه، فعليه أن يكون مراعيا للآداب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، في أثناء يعني مبيتهم في أثناء راحتهم، أرسل رسول يخبر الناس وهم مستريحون في وقت راحتهم، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى ذلك من العين، يعني أنهم كانوا يعلقون ذلك خوف الحسد. قال مالك اللي هو إمام دار الهجرة صاحب المذهب المشهور مالك بن أنس، أرى يعني أظن أن سبب النهي أن ذلك من العين أنهم كانوا يستعملون ذلك لدرء الحسد. باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. معلوم أن كل حيوان محترم ولو حتى دابة ولو حمار ولو حصان
ولو بهيمة طالما حيوان محترم ينهى عن ضربه في وجهه، فإن كان آدمي فيكون التحريم أشد. فالآدمي التحريم في ضربه على وجهه أشد من حرمة ضرب الدابة والحيوان المحترم على وجهه، لكرامة الآدمي عند ربه، لقد كرمنا بني آدم. والآدمي هنا المقصود به مطلق إنسان، سواء كان مسلم أو غير مسلم، الآدمي مطلق المحترم، ابن آدم أخوك لأنه ابن آدم، حتى ولو كان كافرا هو ابن آدم. هم اللي هيدخلوا النار من بني آدم مين؟ ما هو أخواتنا، أبوهم وأمهم واحد، دول أهل نار ودول أهل جنة. ولقد كرمنا بني آدم، فمن تكريم بني آدم ألا يضرب في وجهه. وكذلك واسمه فيه، كانوا زمان عادة العرب لأنهم يتعاملون مع قطعان من الماشية كثيرة والدواب، كانوا يعلمون الماشية وسمه، يعني علمه، ترك علامة على وجهه بالكي عشان إذا ضاع حيوانه يعرفه بعلامة الكي التي في جسمه. فكانوا أحيانا يسمون في الوجه، يعني يكوي في الوجه، فالنبي نهى عن وسم الحيوان في وجهه. والوقت لما واحد يتخانق مع واحد يروح ايه عامل له بشله في وجهه كده عشان يعلمه طول عمره، يفضل متعلم. كل دي اشياء نهى عنها الاسلام، نهى عنها الاسلام، وهي في الانسان من الكبائر، لو فعلتها في انسان قد فعلت كبيره تعاقب عليها عقوبه شديده، ولو فعلتها في الحيوان فعلت محرما ولكن ليس من الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. أي إنسان، شوف الناس، أي إنسان إذا عذبته يعذبك الله كما عذبته. إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. إذا كان ورد أن هناك امرأة دخلت النار في هرة حبستها عذبتها بالجوع والعطش حتى ماتت فأدخلها الله النار، وأن الله غفر لبغي من بني إسرائيل لأنها سقت كلب فعالجته من ألم الجوع والعطش. كل دي تدل على أن ديننا دين الرحمة. أما ما يحدث وما يفعله الجماعات الجهادية أبعد ما يكون عن حقيقة الإسلام أو روح الإسلام، فلم يذوقوا حلاوة الإيمان ولم يعرفوا حقيقة الإسلام ولم يتبعوا نبي الرحمة، بل اتبعوا شياطين الإنس والجن وأهواءهم. فنسأل الله أن يسلمهم مما هم فيه وأن يبصرهم. يبقى الوسم هو العلامة، وعلى شكل منها الاسم، لأن الاسم علامة عليك، عما ينادوا الاسم ده يبقى علامة عليك. وسم الشيء يعني علمه. ومنها الموسم، موسم الحج، لأنه علامة على اجتماع الناس، فسموه موسم الحج، كويس، لأنه علامة على اجتماع الناس. الموسم هو موعد الحج، فأول ما يجي موعد الحج الموعد ده بصار علامة على إن الناس تروح تسافر وتجتمع في حتة، فسموه موسم الحج. والميسم هو الآلة التي يعلم بها، الميسم هي الآلة التي كان يعلم بها الإنسان الحيوان بالكي. فالنبي نهى عن وسم الغنم لأن الغنم ضعيفة البنية لا تتحمل الحرق، وأجاز وسم البقر والإبل لأنها تتحمل، قوية البنية فتتحمل. والأحناف كرهوا الوسم مطلقا لأنه تعذيب وإيلام بغير ضرورة، وأجازه الشافعية فيما ورد في السنة من وسم إبل الصدقة والبقر وغير ذلك مع مراعاة تجنب الوجه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. يبقى الضرب في الوجه أيضا حرام،
والوسم في الوجه أشد حرمة، فإن ضربت إنسان لتأديبه فلا تضربه على وجهه أبدا. إن كنت معلما أو أبا تريد أن تربي ابنك وتضربه بالضرب، فضرب التأديب غير ضرب التعذيب، فعليك أن تضربه إن أردت أن تضربه في أي موضع من جسده، وأن تتجنب ضربه أمام الناس، وأن تتجنب حالة ضرب الوجه، وإذا ضربت فاضرب ضربا لا يترك أثرا على الجسم. كل هذا من أجل أن يكون ضرب تأديب. أما إن كان في الوجه أو ضربا على الجسم يترك أثر فهذا ضرب تعذيب، والله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. فلا تكن سببا لتعذيب أبنائك بحجة أنك تربيه، فضرب التأديب غير ضرب التعذيب. والمؤمن أبعد الناس عن أن يعذب الناس. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وكان هو أول حديث يتواصى به المسلم عندما يلتقي بالمسلم سواء كان معلما له أو قرينا له، يتواصى بالرحمة، يسموه حديث المسلسل بالأولية، يعني أول ما يتواصى به الناس فيما بينهم في مجالس العلم ومجالس اللقاء وفي سلوكين في الحياة هي الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن. سيدنا الحسين لما حوصر حصره البغاة الذين خرجوا ليقتلوه وآل البيت، وكان عطشانا وكان صائما وعنده قليل من الماء، ويطلب منهم ماء ليشربوا فلا يعطونه، فجاء الجند الذين يحاصرون واحتاجوا ماء أعطاهم ما عنده من قليل الماء وهو محتاج. هكذا آل البيت الذين تربوا على الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أبي قال: وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه، يعني في أثر حرق في وجهه، وسم في أثر كي في وجهه حمار، فقال: لعن الله الذي وسمه. يبقى النبي لما يلعن دل على أن وسم الحيوان في الوجه كبيرة، لأن من علامات الكبيرة أن تكون مصحوبة باللعن أو الوعيد بالنار أو أنها تستوجب حدا، كل دي من علامات الكبيرة. يبقى ما نقولش مكروه، احنا نقول حرام، وما نقولش حرام من الصغائر، نقول حرام من الكبائر. ايه دليل ده كله؟ أنه النبي لعنه، والنبي لا يلعن من أجل حرام من الصغائر، بل لابد أن يكون كبيرا. واضح؟ عشان كده النبي قال: لعن الله الذي وسمه، أي في وجهه. هذا في الحمار، فما بالك في الإنسان. الآن يضربون بعضهم ببعض بالنار، والنار تترك أثر إلى أن يموت، وهي نوع وسم. يحرقون بعضهم بالرصاص وبالمولوتوف وبالنار وبالكهرباء وسائل التعذيب المختلفة التي ابتدعها الإنسان ليعذب أخاه الإنسان. لم نرى حيوان يعذب حيوان، لم نرى أبدا حيوان يعذب حيوان، ولكن كم رأينا إنسان يعذب إنسان، فهو أسوأ من الحيوان وأخس من الحيوان، هذا الإنسان الذي يعذب المخلوقات. وعن أبي قال: النبي يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني حتى لو قتلت تحسن القتلة، يعني تسارع بقتل من وجب قتله دون أن تعذبه، حتى إذا وجب قتل شيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدد أحدكم شفرته، يحد شفرته، عشان كمان تسارع بالقتل قبل أن يتعذب، كل دي رحمة. وليضجع ذبيحته، حتى لما تيجي تذبح الذبيحة اللي انت هتاكلها
تذبحها في حالها هي مستريحة مضجعة مش معلقها ومكتفها. كل دي علامات الرحمة في هذا الدين القويم العظيم الذي يريد الأمريكان أن يشوهوه عن طريق عصابات يقتلون الناس ويكبرون ويعذبون الناس ويهللون ويقولون لا إله إلا الله. هذا دين لا نعرفه، هذا دين الكوبوي الأمريكان المجرمين الذين قتلوا الهنود الحمر شر قتلة واحتلوا بلادهم وجلسوا فيها مغتصبين في كل حال، وهؤلاء أبناء المغتصبين القتلة يريدون أن ينشروا إسلام جديد لا نعرفه في صورة من ربهم في معسكراتهم وغيروا أفكارهم وأنفقوا عليهم ثم أعطوهم بعد ذلك السلاح وأطلقوهم على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلوهم بشعارات الدين الإسلامي. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعدما يربوهم يضربوهم بالطيران كل ذلك حتى يلبسوا على الناس أنهم ليس لهم دخل فيه، فهم يفعلون ويؤدون المهمة، فإذا أدوا المهمة ضربوهم لينفوا عن نفسهم التهمة أنهم كانوا السبب في إيجادهم، ولكن هيهات مفضوحون في الدنيا والآخرة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم حمار منصوب في وجهه يبدو انه كان للعباس عمرو، عرفنا كده من ايه، من سنن ابي داود ايام ما كنا بنقرا سنن ابي داود. اي هاب اللي يفتكر بقى نقعد نقرا وبتنسى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه تضرر لما شافه كده، فقام قال ايه فوالله لا اسمه الا في اقصى شيء من وجهه، اللي قايل كده مين؟ العباس. لما شاف ان الوسم اللي في مقدم الوجه اذى النبي وقال ما يصحش كده، قال خلاص بعد كده انا حاسمه في اخر وجهه. قام النبي قال للوجه كله ما ينفعش، فلا في اقصى الوجه ولا في ادنى الوجه، ابتعد تماما عن الوجه. فهمت بقى ازاي؟ فالعباس قال ايه فوالله لا اسمه الا في اقصى شيء من الوجه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ايه امر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو اول من كوى الجاعرتين. عارف انت وركي الحمار اللي حوالين الدبر البارزين دول؟ اي دي الجاعرتين. فالنبي جاب له حمار ووسمه في الحته دي علشان يعلمه ان الوسم يكون بعيد اقصى ما يكون ابعد ما يكون عن الوجه. فاهم؟ فالجاعرتين هو ايه العظمان الناتئان عند مؤخرة الحمار حوالي الدبر اللي هو عند الوركان المشرفان يعني الناتئان البارزة. يبقى الحديث هنا عشان نفهمه ان اللي قال فوالله لا اسمه الا في اقصى شيء من الوجه ليس كلام النبي، ده كلام ابن عباس او قيل كلام العباس، والراجح انه كلام العباس لانه في رواية ابي داود كان كلام العباس. فأمر بحمار، فالنبي أمر بحمار قال هاتوا لي حمار عشان أعلمكم توسموه فين، ثم وسمه فين؟ في جاعرتيه، يعني في أقصى شيء من إيه؟ من آخر جسمه. وإيه العلة في الوسم؟ كما قلت إذا ضاع منه حمار أو حيوان يستطيع أن يميزه من حمار غيره. كانوا بيعلموه إحنا الوادي خلاص بنعمل لهم نمر كده برضه خلاص تعمل له نمر. باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. دلوقتي بيعلمه ايه في الاذن، يعلق حاجة في الاذن كده نمر مش كده؟ خلاص كفاءة، يبقى خلاص حلت محل الوسم وانتهى وحلنا الاشكال. والامام ابو حنيفة عنده الوسم حرام او مكروه مطلقا لانه فيه تعذيب بغير ضرورة، لان فيه وسائل اخرى للتعليم بغير تعذيب. فنرجع بقى ايه
لكن زمان ما كانوش يعرفوا الارقام، وامه اميه لا تقرا ولا تكتب وليس عندهم وسائل، فكانوا بيستعملوا الكي للتعليم. خلاص يكوي مثلا 3 كيات 111، يبقى بتاع واحد تاني يكوي كيه واحده، واحد تاني يكوي كيه بالعرض، تاني بالطول، تاني 8، كل ده عشان يعلموا حاجتهم من حاجات غيرهم. لكن دلوقتي خلاص بقت الحكايه سهله، ممكن بوسائل اخرى بغير ايذاء ولا ايلام. باب جواز واسم الحيوان غير الادمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية حتى لا تختلط بغيرها يعني. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس قال عن محمد عن انس محمد بن سيرين عن انس قال لما ولدت ام سليم قالت لي يا انس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. لما ولدت ام انس ابنها بعتت ابنها قبل ما ترضعه او تعطيه اي شيء مع ايه مع انس بن مالك عشان النبي يحنكه ويكون اول ما دخل ريقه او جوفه هو ريق النبي تبركا. فالتحنيك سنه متبعه وكانوا الصحابه يفعلونها في عصر النبي مع النبي، ثم استمرت بعد ذلك بفعل الصالحين. يعني انسان ولد له ابن اذا كان هو نفسه من حفاظ القران يحنك ابنه بنفسه يبقى ريقه، لانه ريقه مختلط بالقران، حفاظ القران طول النهار قاعدين يقروا قران، طول النهار قاعدين يقروا قران، فريقه اختلط بالذكر فصلى ريق مبارك. فيلوك تمرة ثم يأخذ التمرة مختلطة بالريق ويحنك بها الصبي، يعني يمسح جوانب فمه حتى يكون أول ما دخل جوفه ريق مختلط بذكر الله تبركا. هذا هو التحنيك وهو سنة. قال فغدوت فإذا هو في الحائط، غدوت يعني رحله في أول النهار صباحا سيدنا، فإذا هو في الحائط يعني فوجئ أن النبي في البستان وعلي خميصة كساء مربع على أطرافه أعلام كده يسموها خميصة، وعلي خميصة جونية، والجونية يعني السوداء، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. يصم ايه؟ دواب الزكاة او الجزية، وهو يصم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. يبقى النبي كان بيعلم ايه الحيوانات ويفعل الوسم بيده صلى الله عليه وسلم حفاظا على اموال الامة. يبقى من مسؤوليات ولي امر المسلمين ان يحفظ اموال الامة التي ايه ليست اموال خاصة بل اموال كل الأمة لها حق فيه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. يبدو أن هو ده أخوه عبد الله بن أبي طلحة، أخوه لأمي اسمه عبد الله بن أبي طلحة. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال في آذانها، بيعلم الغنم في آذانها لأنها لا تتحمل أن تسم في أجسامها. ثم استقر الأمر بعد ذلك. وهنا واسم الغنم يكون بغير الكي، واسم الغنم يكون بغير الكي لأنها لا تتحمل الحرق تمرد، لكن ممكن يسمها بأي شيء آخر، يربط فيها حبل، يربط فيها حاجة، يعمل فيها حلق، يعمل فيها أي علامة حتى تعرف أنها هذه هي غنم الصدقة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد قال سمعت أنسا يقول دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا، والمربد هو موضع ايه الغنم التي تبيت فيه، وهو يسم غنما. قال احسبه قال في اذانها،
وعن أبي قال وحدثني يحيى بن حبيب. وده برضو يدلك على ان الاذن ليست من الوجه، لان اختلف الفقهاء هل الاذن من الوجه فتغسل مع الوجه اثناء غسل الايه في الوضوء، مش اغسلوا وجوهكم، طب وجوهكم دي هل الاذن من الوجه فتغسل مع الوجه، ولا الاذن ليست من الوجه فلا تغسل، او هي من الراس فتمسح؟ الفقهاء اختلفوا في الاذن دي شغلان، هل نحسبها من الوجه فتغسل، ولا نحسبها من الراس فتمسح، ولا هي عضو منفصل، لا هي من الراس لا تسمى راس ولا تسمى وجه بل تسمى اذن، كده لها اسم خاص بها. فالشافعي عشان يحتاطوا يقول لك تغسل مع الوجه وتمسح مع الراس. الشافعي عندهم كده خروجا من الخلاف ده كله. يعني وانت بتغسل وجهك تجيب على اذنك، على الاذن اللي هو ظاهر الاذن، ولما تيجي تمسح الراس تجيب باطن الاذن. فاهم؟ ده وضوء الشافعيه يعني. لكن هنا يدلك لما النبي نهى عن الوسم في الوجه ويسم الغنم في اذنها دل على ان الاذن ليست من الوجه. فهمت بقى؟ تقدر تستدل منها فترجح من قال ان الاذن ليست من الوجه بهذا الحديث. لان النبي نهى عن الوسم في الوجه ووسم الغنم في اذنها، فدل على ان الاذن ليست من الوجه. فده يحل اشكال ومناقشات بين الفقهاء في ابواب الوضوء. فهمت؟ وعن ابي قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبه بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن ابي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال رايت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم ابل الصدقه. والميسم اللي بيستخدم في الكي، يبقى بيعلم بالكي، والكي يكون في الابل لانها تتحمل الكي بالنار، اما الغنم فلا يكون بالكي بالنار، واسم الغنم يكون بغير الكي. باب كراهه القزع. القزع والقزع ان يحلق جزء من راسي ويترك الباقي من شعر راسي، ده اسمه القزع وهو منهي عنه مكروه. القزع مكروه والوقت منتشر جدا بين الشباب، يحلق كده ويسيب الحته، يحلق بقت فورمه. فهمت؟ ده اسمه القزع وهو مكروه. ليه؟ لانه نوع مثلى ويسموها كابوريا، كانوا يسموها حلقة كابوريا عشان ظهرت في فيلم اسمه كابوريا، عشان تعرف ان الافلام دي ساعات تنشر بعض الموضات المكروهة. فهمت؟ فبقى الشباب يمشي ورا ايه؟ ورا نجوم السيما. نجوم السيما قزعوا يقزعوا، فزعوا يفزعوا، شتموا يشتموا، توحشوا يتوحشوا، واصبحوا هم الاسوة والقدوة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الاخر يقول لك الاعلام والسينما وعندنا رساله بناءه، اي رساله بناءه يفعلونها؟ شيء عجيب يعني. يبقى كراهه القزع وهو مكروه وليس محرما، مكروه. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني عمر بن نافع عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله. وعن أبي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا عمر بن نافع قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله، وألحق التفسير في الحديث. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد
عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب حا. قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ونقف على باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.